أهلا بكم معنا من جديد. 4 سنوات مرت على سقوط نظام عمر البشير وتقديمه للمحاكمة أمام القضاء، ومنذ ذلك الوقت والسودان يعيش أزمة متتالية، أزمة فقمها اتساع رقعة الخلاف بين القوى السياسية والعسكرية والعجز والفشل في الوصول إلى تفاهمات تخلص البلاد من المأزق الذي يلازمها منذ سنوات. وفي هذه الذكرى تظل عدة أسئلة تبحث عن إجابة: ما الذي تغير في السودان؟ ما مصير الحكم المدني المنشود؟ هل تحققت عناوين الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات وتحولت إلى واقع ملموس؟ وأي حلول لاقتصاد البلاد ومعيشة المواطن السوداني؟ نريد أن نبني قوات مسلحة، قوات ملتزمة لمعالجة الأخطاء السياسية. في ظل استمرار محاولة أطراف النزاع لرأب الصدع والشروع في العملية السلمية في السودان للوصول إلى اتفاق إطاري، لا تزال الأذرع العسكرية للفرقاء تعزز مواقعها على الأرض، وآخرها قوات الدعم السريع التي بدأت تحركات تمثلت في نقل عدد من المدرعات من ولاية شمال دارفور إلى الخرطوم. 14 مدرعة حربية تتحدث المصادر عن وصولها من قاعدة قوة الدعم السريع على الحدود الليبية إلى مدينة الفاشر ثم إلى الخرطوم. تأتي هذه التحركات العسكرية فيما لا تزال قوات الدعم والجيش السوداني يختلفان حول توحيد المؤسسة العسكرية من خلال دمج الفريقين تحت إمرة الجيش. أما في أروقة السياسة، فانطلقت أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد، على أن تستند هذه المرحلة على مشروع الدستور الانتقالي الذي تم إعداده وتوصيات التي نتجت عن الورش المتعلقة بالدستور. نرحب الآن حول الموضوع للنقاش من الخرطوم مباشرة بالسيد حسام أبو الفتح، عضو اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. وأولا السؤال الأول فيما يتعلق بهذه التحركات العسكرية والمدرعات التي وصلت للخرطوم، والأصوات من السودان تقول إن الخرطوم الآن تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، ما الأسباب وراء كل هذا؟ مساء الخير والتحية لك والتحية للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. والتحية للشعب السوداني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام إنقاذ مباد في اليوم الذي استطاعت فيه جماهير الشعب السوداني أن تزحزح باب النظام الذي ظن أنه لن يزحزح لمدة 30 عاما وتسوروا عليه حتى غلبوه على ما بين يديه وأسقطوه وقادوه إلى الزنازين وإلى المحاكمة. بالنسبة لسؤالك عن المشاكل الموجودة بين العسكريين في السودان، هذه المسائل هي تراكمات طبيعية لانقلاب 25 أكتوبر، وهو انقلاب زج بالمؤسسة العسكرية في صراعات السياسة وأقحمها فيما لم يكن يجب عليها أن تقحم نفسها فيها. وبالتالي هذه المسائل كان من الطبيعي أنه تحصل خلافات بين قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع. من ناحيتنا كقوة مدنية موقعة على الاتفاق الإطاري، قلنا مسألة توحيد القوات المسلحة في جيش مهني واحد، ووضعنا ذلك ضمن ترتيبات العملية السياسية من أجل الوصول لوضع صحيح يمكن التأسيس عليه لمستقبل الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. بالنسبة لنا هذه التحركات العسكرية فعليا لا يوجد أي يعني تأكيد رسمي حول طبيعة التحركات أو عدد الآليات، هنالك مصادر تتحدث لكن لا يوجد تأكيد رسمي من أي جهة حكومية، وبالتالي يجب أن ننتظر إلى أن يأتي أي تأكيد رسمي يؤكد طبيعة الانتشار العسكري وخلافه. لكن الأهم بالنسبة لنا هو المواصلة في عمليات التفاهمات للوصول إلى اتفاق حول الإصلاح الأمني والعسكري، وصولا لترتيبات زمنية وأمنية واضحة لدمج القوات في جيش مهني وطني واحد حسب ما ذكر الاتفاق الإطاري، وما يفضي إلى منشئ مرحلة انتقالية تستعيد للسودانيين حكمهم المدني والديمقراطي. يعني نقطة الإصلاح الأمني والعسكري هي النقطة الأساسية الآن التي تعرقل مسألة الوصول إلى اتفاق نهائي في السودان؟ نعم،
كما تعلم هنالك 5 قضايا، هذه القضايا تم مباحثتها في عملية سياسية نهائية، والخمس قضايا كان على رأسها هي عملية الإصلاح الأمني والعسكري، لأن السودان بعد 30 عاما من الخراب الذي يعني أشرفت عليه حكومة الإنقاذ، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح بما لا يدع مجال للشك، لا يمكن إنشاء أي حكم ديمقراطي أو مدني في السودان في ظل وضعية تعدد الجيوش، ولذلك ولأنه لا توجد دولة في العالم لديها جيشان أو عدة جيوش داخل ويعني حدودها، فهذه العملية السياسية وضعت على أولى أولويات مهام الانتقال عملية الإصلاح الأمني والعسكري وصولا لجيش مهني وطني واحد. القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تتعامل مع هذه المسألة من منطلق المسؤولية الوطنية، وإنه يجب أن نصل جميعا لجيش مهني وطني واحد ويخرج العسكريين بشكل كامل من السياسة. خروج العسكريين من السياسة وحصول ترتيبات أمنية كما ذكرت مهم. هنالك قوة طبعا تعمل على أن هي تستثمر في حالة الخلاف العسكري الموجودة، وعلى رأسها تكون قوة ردة والتي ترغب بالعودة إلى ما قبل 11 فبراير 2019. هذه القوة تحاول أنها ترتد بالسودان القهقرة، تحاول أنها تعود بالسودان إلى الماضي، تحاول أن هي تعيدنا إلى عهد الشمولية وإلى عهد البؤس وإلى عهد الإرهاب باسم الدين، لكن احنا قاعد نقول انه الشعب السوداني لن يسمح باي حال من الاحوال بالعوده للماضي، ولن نسمح ايضا بانه يحصل اي احتراب داخل الوطن، وبالتالي سنتعامل كما ذكرت بمسؤوليه كامله مع هذه المساله. في اعتقادنا وصلت هذه المساله لمراحل متقدمه جدا في التفاهمات، تبقى قليل من القضايا يمكن حسمها في الايام القادمه والتوقيع على اتفاق نهائي بالدنيا. ولكن قوى الحرية والتغيير يعني يوم أمس كانت أشارت أو صرحت، قالت إن هناك إرادة متوفرة لدى الجميع للوصول إلى اتفاق شامل. يعني الإرادة متوفرة لدى من هنا؟ نتحدث في هذه النقطة عن الإرادة المتوفرة لدى الموقعين على الاتفاق الإطاري، وهي القوى المدنية والجانب العسكري الموقع على الاتفاق الإطاري اللي هي القوات المسلحة والدعم السريع. نحن في القوى المدنية مستعدين للتوقيع حال ما اكتملت التفاهمات القضايا العالقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، نحن مستعدين للتوقيع في أي وقت حال اكتمال تلك الملفات. هنالك إرادة وطنية جادة ومسؤولية عالية لجميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل نهائي هذه القضية، قضية معقدة فيها تراكمات طويلة، والتعامل معها باتساع لن يؤدي إلى حل المشكلة بل يؤدي إلى تعقيدها، وبالتالي يجب أن نتمتع جميعا بالصمت، يجب أن نتمتع بالحكمة، ويجب أن نتمتع بالمسؤولية الوطنية الكافية لنقوم بمعالجة هذه القضايا بشكل مناسب. أي محاولة لتبسيط المسألة وتحويلها لمجرد توقيع على أوراق، هذه المسألة لن تؤدي في البلاد إلا إلى احتقان أكثر، إلى مزيد من الدفع نحو حواف الخطر، وهذا ما لا نريده. نحن نريد بلادنا أن تنتقل انتقالا مدنيا ديمقراطيا سلسا وامنا بما يفضي لانتخابات عامه من الهدفات الاقتصاديه لجميع سوريا والسودان. نعم، طالما أنك أشرت إلى مسألة الاحتقان، يعني هناك بعض القراءات المتشائمة، ولكن يعني من عدة أطراف، يعني أنتم كقوى حرية والتغيير، ما الخطر الذي تخشونه في حالة انسداد الأفق السياسي وعدم الوصول إلى تفاهمات؟ الخطر الماثل على السودان هو خطر القوى التي تريد أن تشد السودان إلى الفوضى وإلى خطب الكراهية وإلى حمل السلاح وإلى التعبير عن الأفكار بالرصاص لا بالكلام. هذه القوة التي تحاول أن تجر السودان لحرب شاملة تهدم البلاد على رؤوس الجميع من أجل أن تعود إلى السلطة. هذه القوة أعني بها تحديدا قوى النظام البائد، والتي تحاول في منذ أيام بتحركات واسعة وظاهرة للعيان إنها تستعيد خطاب البؤس اللي كان موجود في السودان لمدة 30 سنة. هذه الخطة الخطابات التي تحاول أن تطالب بفتاوى لاغتيال موظفين أمميين يعملون في السودان مثل السيد والكر بيرتس، كما شاهدنا بالأمس في الخرطوم عندما طالب بعض الإسلاميين بفتوى لاغتيال فولكر بيرتس. هذه الخطابات الإرهابية التي تحاول أن تعيد العهد الشمولية مرة أخرى هي الخطر الأساسي على البلاد، وهي التي تحاول إنها تزرع بذور الشقاق والفتنة بين المكونات العسكرية من أجل إدخال البلاد في حرب أهلية شاملة.
نحن لن نسمح بهذا، شعبنا لن يسمح بهذا، الشعب السوداني وضع عينيه على المستقبل ولن يعود عنها. هذه القوة التي تحاول أن تشد السودان إلى الوراء لن توفق في ذلك. عزيمة الشعب السوداني وإدراك الشعب السوداني وصبر الشعب السوداني سيوصله إلى المستقبل الذي يريد بإذن الله. واضح جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في النقاش من الخرطوم، السيد حسام أبو الفتح عضو اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير.